يسعى المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين إلى التعريف بالمعوقات التي تقف في وجه تنمية منطقة الواحات البحرية سياحياً. وتضم الواحات البحرية أنواعاً وأنماطاً سياحية مختلفة فضلاً عن مقومات طبيعية وتاريخية متفردة. الواحات البحرية كنز يجمع بين جميع أنماط السياحة المختلفة وتنفرد عن غيرها بمقومات طبيعية وتاريخية. لذا جاء المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين ليسلط الضوء على التحديات التي تعوق تنمية تلك المنطقة لتكون على خريطة العالم السياحية. أهداف المؤتمر هو إلقاء الضوء على المناطق المنسية التي تحتاج إلى ترويج سياحي. مصر كما ذكرنا مليئة بالكنوز الأثرية والاستشفائية وغير ذلك، فطبعا في هذه المنطقة بالتحديد لم يعني يلقى عليها الضوء بشكل جيد، فالاتحاد الأثريين المصريين يحاول أن يتحسس هذه الأماكن لعرضها وترويجها على المستوى المحلي والعالمي. مقابر فرعونية وأكثر من 400 عين كبريتية وصحراء تسمح بسياحة السفاري، مقومات يراها الخبراء البوابة لتنطلق بها الواحات أن تكون عاصمة ثانية لمصر السياحية إذا ما تم استثمارها بشكل سليم. الواحات البحرية أنا كمتخصص في السياحة والآثار بسميها كنز مصر المدفون. مصر كلها في الواحات البحرية، فيها عيون مياه كبريتية، عيون مياه طبيعية، عيون استشفاء، فيها خيرات مصر من التمور والزيتون وغيرها من الخيرات، تمتاز بالصحراء البيضاء والصحراء السوداء، مواقع أثرية فريدة من عصر الصحوة الثانية، تنوع حضاري وثقافي وإرث حضاري على مر العصور. في مواقع كتير جدا عندنا منسية في الواحات البحرية، فإحنا يعني جايين بدورنا إن إحنا نحيي المواقع دي، نعمل على تطوير وإدارة المواقع الأثرية، نحيي التراث والموروث، نقدر ننشر الوعي الأثري والسياحي وننشط السياحة في الواحات، لأن من الواحات يمكن من ضمن يعني الواحات كلها، الواحات عموما من ضمن الحاجات اللي هي منسية في مصر. يستهدف المؤتمر العمل على استناف عوامل انتعاش السياحة والنمو الاقتصادي القومية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية المعترف بها في غالبية أهداف التنمية المستدامة. من الواحات البحرية، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.